أخرج الإمام مسلم والبزار، وهذا اللفظ عله من رواية البزار رحمه الله تعالى، البزار من رواة الحديث نعم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين، جمع سائح، يطوفون فيحضرون حلق الذكر، فإذا رأوا حلقة ذكر تنادوا أن هلموا يا عباد الله، تعالوا تعالوا. قال: فيأتون فيحفون بمن يذكر الله تعالى. قلنا الأذكار بهذه التفصيلات، فيحفون بمن يذكر الله تعالى. قال: ثم يصعدون إلى ربهم عز وجل وهو أعلم بهم فيسألهم: ما شأن هؤلاء؟ هذول اللي كنتوا عندهم إيش قضيتون؟ قالوا: يا رب، يذكرونك ويسبحونك ويعظمونك ويمجدونك. قال: هل رأوني؟ قالوا: لا يا ربي، ما رأوك. قال: فكيف لو رأوني؟ قالوا: يا ربي، كانوا أعظم لك ذكرا وتسبيحا وتعظيما وتمجيدا. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا يا ربي، ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: يا رب، كانوا أعظم سؤالا لك إياها أن تكرمهم وتدخلهم إليها. قال: فمما يستعيذون؟ قالوا: يستعيذونك من النار. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا يا رب، ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: يا رب، كانوا أعظم سؤالا لك أن تعيذهم وتجيرهم منها. فقال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقول واحد منهم: يا رب، فيهم فلان عبدك ما جاء إليهم ليحضر معهم، في لفظ عند البزار أو غيره عبدك الخطاء، فلان دخل هذا المجلس خطاء، هذا مذنب، هذا بده يشتري كيلوين بطاطا، بيع البطاطا بالجامع بذكر الله، أم لقاه في الجامع، أم دخل مشان يقول له يطلع مشان أشتري، هو خطاء لا يصلي ولا يصوم، دخل هكذا صدفة، سميها، أنا لا أسميها صدفة، ما من شيء في الدنيا اسمه صدفة، وإنما هو قدر الله عز وجل في كل الأشياء، هذه الصدفة كلام مردود على صاحبه. دخل هذا الرجل لحاجة، أيضا في لفظ جاء لحاجة يقضيها، إله شيء يقضي مع أحد من الناس. فقال الله تعالى لملكه هذا الذي يقول له هذا الكلام: إن هذا العبد خطاء جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت. هذا اللي دخل هكذا لم يجحس في نفسه أن يدخل، نال رحمة الله تعالى مع المرحومين. اللهم أكرمنا برحمتك مع من ترحمهم يا رب العرش العظيم، صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.